بس هندي له الفرصه انه يحتفل مع طيب جمهور الزمالك النهارده بس لليلادي بس. ماشي كابتن سيد نيمار اهلا بيك والف مليون مبروك. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ وانا طبعا شرف ليا ان انا مع حضرتك حبيبي. ضيوف استاذ صبحي عبد السلام واستاذ الجويلي واستاذ عبد الشافي صالح. يعني انت اللي منور يا حبيبي، انت اللي منور وانت مستقبل وشرفت كل وشرفت كل جمهور الزمالك وشرفت قطاع ناشئين نادي الزمالك اللي دايما بيطلع القالق الجميله ديت اللامعه ديت. انت يعني حاجه جديده، امتداد ان شاء الله لشيكا والاوباما وكل اللعيبه اللي طلعت من ناشئين نادي الزمالك طالع نجم. عجبني فيك ثباتك الانفعالي، ثقتك بنفسك، لعيب كبير ما بتخافش. عجبتني جدا في ماتش الاهلي والزمالك الدور الثاني، عجبتني في مباراه الاهلي والزمالك الاخيره. انت لعيب كبير يا سيد، وعليك ان تثق بنفسك اكتر واكتر وتتواضع، وربنا هيدي لك اكتر واكتر باللي انت بتعمله. ربنا يخليك، ربنا يخليك، طبعا ده شرف ليا والله بجد والله. يعني ايه شعورك دلوقتي وانت النهارده واحد من اللعيبه اللي الجمهور بيعول عليك؟ انتوا النهارده شايلين البطوله على كتافكم زي ما بيقولوا، السكواد النهارده خلى نادي الزمالك يعتمد عليكم وانتوا قدها وقدود، شايف المرحله ازاي؟ طبعا لازم اكون عند احسن ظن الجمهور عند كل الناس يعني، وطبعا انا بلعب في نادي الزمالك نادي كبير، ولازم اكون على قد المسؤوليه. وطبعا ان شاء الله اللي جاي الفتره اللي جايه دي كلها فتره تقيله يعني، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الناس كلها، وربنا يوفقنا واحنا على وعد اللعيبه كلها، اللعيبه كلها رجاله الصراحه، وعلى وعد ان احنا هناخد الدوري وان شاء الله نكون عندها زي ما احنا عملنا في الكاس ان شاء الله. طيب انا هكلمك كواحد لعبت كره على قد شويه، يعني لما انت بتيجي النهارده في ماتش اهلي والزمالك تنزل قدام لعيبه انت بتتفرج عليها ولعيبه تالقت قدامك وانت بتتفرج عليهم كناشئ صغير، منهم مثلا واحد هو نجم من نجوم تونس الكبار جدا، واحد زي علي معلول، وانت نازل ماتش الاهلي والزمالك 2-2 كنت خايف منه ولا ما كنتش خايف؟ ولا كنت عامل له حساب وشفت الماتش ازاي؟ وفي المواجهه الثانيه برضو، لان انا كنت ملاحظ ان انت بتروح وعايز ترقص وتعدي، اوصف لي كده. لا طبعا بص حضرتك، احنا متعودين في نادي الزمالك ان احنا يعني مش بنخاف من حد، احنا بنحترم الخصم اللي قدامنا. طبعا علي معلول لعيب كبير وكده، بس اللعيبه كلها كبار، كابتن شريكه وكابتن حازم وكابتن امل وكابتن عبد الشافي، كل اللعيبه الكبار يعني بيدونا الثقه بصراحه، ويعني بيدونا الثقه قبل الماتش، وانت لعيب كبير وانزل وهتعمل اللي انت عايزه كانك بتلعب ماتش عادي وكده، فكل الحاجات دي الصراحه بتفرق معانا قوي، فلما بننزل بنأدي يعني انت ما بتجيلكش اي لحظه رهبه يا سيد مثلا في الماتش خالص؟ لا لا لا، ممكن كان الاول بقى يعني اول ما لعبت وكده طبيعي، او يعني اي ناشئ بيطلع بيلعب بكده بيكون يعني مثلا بيكون واخد الرهبه شويه كده، لكن لما بتلعب في وسط اللعيبه الكبار دي كلها او بتكون في وسطهم، لا ما بتحسش ان انت لعيب صغير دلوقتي.